السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض المزايا اللي موجودة في ليوناردو. ليوناردو بينقسم لأربع أقسام أساسيين: في إيمج جنريشن، يعني أنت تديله تكست أو برومت ويبدأ يحوله لنا لصورة. في ريل تايم كانفا، إن أنت أي حاجة ترسمها يبدأ إن هو يعمل لها رندر، كل ما ترسم تلات أربع خطوط تلاقي الرندر جاهز. كانفا إيديتور تقدر تعدل على الصور من خلال الذكاء الصناعي، موشن بيبدأ يخليه في حركة للصور. طيب خلينا نعمل ايمج جنريشن. ميزه ليوناردو ان هو كل يوم بيديك 150 نقطه، فحاول تحسن استغلالهم ما تضيعش اي نقط خالص. طيب خلينا اجي هنا واقول له مثلا انا عايزك ترسم لي تمثال الحريه موجود في مصر مثلا، وهو بيستريح. طيب الكاميرات بيقولوا لنا ينفع ان انت تجربها الاسبوع دوت، تمام، بعد كده مش بسمع بيها. فخلينا اقول له جنريت. فعمل لي الصورة من دول وخد شوية وقت اكتر من الطبيعي. طيب ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز علاقة انمي، تمام، ونفس الصورة لكن بس ايه، هقول له جنريت تاني. خلي بالك هو بيخصم 16 نقطة، تمام، في العادي بيخصم 2 4، انما في الكلمة دي بيخصم كتير. زي ما انت شايف في قايمة كتيرة جدا تقدر تختار منها كرييتيف 3D ريندر وهكذا، زائد ان انت تقدر تضيف element وتقدر تديله قيم معينة. مثلا ممكن تقول له انا عايزها كرسمة اطفال مثلا، او عايزها كانمي وهكذا. دي عبارة عن كل ده عبارة عن لورا زي طبقة إضافية أو نموذج للذكاء الاصطناعي، بس بيبقى محدد، مبيبقاش فيه شغل كتير، تمام، بيشتغل على النموذج الحقيقي اللي احنا عاملينه. فطلعت لنا الصورتين دول. طبعا تقدر ان انت تكبرهم وتقدر ان انت تعملهم داونلود وتقدر ان انت تعدل فيهم وفي تعملهم ابسكيل وتعملهم سموث. طيب خلينا مثلا من بعد الانمي ممكن نقول له بقى اعمل لنا حاجه كرييتيف. ده التأثير لما قلنا له كرييتيف، ده التأثير لما قلنا له ري تريست، وده لما قلنا له 3D ريندر. فبصراحة بيعمل حاجة احترافية، وحتى لما بتكبر بتلاقي صور جميلة. ممكن نقول له عايزين نعمل سموث.